صافا لاباس عليكم، كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير، كنتمنى انكم تكونوا بصحه جيده. انتم كتشوفوا معايا هذا الفلوغ، مرحبا بكم معايا فيديو جديد او مرحبا بكم على قناتي سامبلي ميري. وبالنسبه للناس اللي كيدخلوا القناه ديالي اول مره او اللي كيشوفوني اول مره، كما نقول لكم مرحبا بكم. ما تنساوش انكم تشتركوا عندي في القناه وتضغط على ابوني او سبسكرايب او زر الاشتراك وحط زر احمر كيكون اسفل الفيديو، وما تنساوش كذلك انكم تفعلوا زر الجرس باش تبقى دائما توصلكم النوتيفيكاسيون ديال الفيديو ديالي. وصافي الى عجبكم الفلوغ ما تنساوش انكم تخليوا لي لايك وصافي. مهم انا الفلوغ دابا بديتو معكم من الزنقه حيت ما كنتش عوالة نهائيا انني غادي نخرج انا وماما. يلا دابا لقيتوني لبست، مهم لبست هاد لا شوميز كيف ما كتشوفوا اصلا ديجا الصهد، ولبست هاد الجين وهاد لي زيسبا ديال اير فورس. المهم هادي كنت توريت لكم واحد المره صافي. وغادي خارجين غادي باش ماما بغات تقدا شي حاجات، وانا بغيت ناخذ واحد المجر على قبل باش نجمع فيه داكشي ديال القش حيت ولا عندي بزاف ولا مرون في الدار بزاف وداكشي. بغيت المهم لي برودوي القش زعما لي برودوي والميك اب وداكشي، بغيت نمشي نقلب على مجر حيت حنا حدانا ما لقيتوش، ما كنلقاش داك الشكل اللي باغا انا باغا ديال ثلاثه ويكون قصير، ما بغيتش شي واحد يكون عالي باش ما ياخذش لي واحد لي سباس كبير وما يكونش واخد العرض زعما وداكشي. وصافي وهنا ما كنلقاش داك الشكل اللي بغيت انا، سو دابا غادي نمشيو نقلبوا عليه زعما في شي غون سيرفاس ولا شي حاجه، نمشيو نقلبوا عليه. وماما بغات تاخذ شي حاجات واختي اوسي باغا تاخذ شي حاجه. صافي غادي نديروا غير خارجه خفيفه وها نتوما معانا. شنو حاطه فيه؟ واعر هذا، واعر ضرب صبعي بلاستيك غيكون بداك الثمن 500 والله صار خيس. هذا 500، هذا بعدا 500 جاني هو هذاك والله ثمانه الكرا واعر. كم يلا خرجنا من سونتر تشفين وما لقيت شي حاجه، داكشي علاش ما صورتش لكم اوسي. ما بغيتش الفلوغ يجي طويل حيت البافيك حيت اصلا خرجنا، ما بغيتش الفلوغ يجي طويل. المهم تلاقيت مع صاحبتي خديت معها عندها شي حاجه سوسلوني ديال شيئين، درت معاها نتلاقى وحده مرجان ديال سونتر تشفين حتى نوصل الدار نوريكم شنو خديت. غير شي هكا شي حاجات غير قلال، غير واحد لا شوميز وواحد تيشيرت في الصفر صافي، واحد لي بوكل كانوا عاجبيني يلا وصلوني ودرت معاها نتلاقاو هنايا حيت راه نتوما عارفين ماشي انا كندفع. ديجا كنقول لكم بلي انا كندفع مع صاحبتي داكشي اللي كنبغي. ايوا صافي مهم دابا ناري فاش كيكون جاي شي واحد وكيبقى يشوف فيك وانا كنضحك اللي كدير وهي اللي ضحكت دابا البنات. المهم صافي ودابا غادي نمشيو ناكلو شي حاجه انا وماما واختي، غنمشيو ناكلو شي حاجه صافي وها نتوما معايا. المهم غنوصل الدار غنوريكم شنو خديت من مرجان. وما لقيتش المجر علاش ما خديتوش البنات، حيتاش لقيت اول حاجه لقيت الغلا ما ماشي هما لي بخي اللي كنت انا عوال عليهم، ثاني حاجه ما لقيتش داك الشكل اللي انا كنت باغا ما لقيتوش، سي بور سا ما خديت والو. مي بان ليا بلي غادي نمشي عند النجار
وغادي غادي نمشي عند النجار وغادي ندوموندي وغادي نصاوب هذاك الشكل اللي بغيت انا، هو اللي غادي الحلوه اللي بالي غادي ندير. بحال هادشي خدام فيه بابا، راه هي الشركه اللي كان خدام فيها اصلا. الله سمعتو صافي، وغادي غادي دابا نمشيو ناكلو صافي، ومن بعد غادي نوصل للدار نوريكم شنو خديت. ايوا صافي البنات، هنايا جينا وكنا خديت انايا خديت طاغلياتيل بفخوي دماغ، وماما واختي خداو واحد البلا بجوج وصافي. المهم هادشي اللي خدينا. ماما ولات كتقول بلاصتي هاي، تحيه للطنوبيله اللي كتزوي حدانا. المهم حنا يلا كلينا دابا وخرجنا، يلا كلينا دابا وخرجنا صافي، وغادي نمشيو غادي نشدو طاكسي وغادي نمشي للدار، وغادي نوريكم داكشي ديال الشيء اللي خديت، ونوريكم داكشي اللي خديت من مرجان وصافي وصافي. وهانتوما معايا. هلو كبيدات. المهم يلا فاش ندخل دابا دخلت للدار. المهم اون فوا دخلت صافي دغيا بدلت حوايجي، راكم عارفين صافي كتحيدي على حوايج الزنقه وداك الشيء صافي. بدلت قلت ما نعقش نوض نصور ليهم داك الشيء اللي قلت لهم. المهم قلت لكم غنمشيت انا اصلا على قبل اش خرجت باش نمشي للمرجان وداك الشيء، مشيت على قبل باش ناخذ رونجمون كيف ما قلت لكم، على قبل لي برودوي نجمع فيه كتوبتي، نجمع فيه بزاف ديال العيبات ديالي انا، بغيت نجمعهم فشي بلاكار يبقى ديالي انا من غير بلاكار ديال حوايجي صافي. مي ما لقيتش داك الشيء اللي كنت باغا انا، ولا بقيت لقيتهم طالعين فهمتوا. انا كنت عواله على شي حاجه ديال 300 350 او 400، ما لقيت 500 والفوق 500 600 700، ما كنتش هازه معايا داك البخيل اللي انا لقيته صافي. وما خديتش هذاك الغونجمون وتراكت ثاني صاحبتي ساكنه في دوك النواحي، تلاقيت معاها تما، خديت من عندها واحد الحويجه ديال ديال شي ان كيف ما قلت لكم. ماشي انا اللي كان ماشي انا اللي كان ماشي انا زعما اللي كندفع على كوموند، وصاحبتي اللي كتوصل عندها لا كوموند ما كتجيبش داكشي بيان سور حتى للدار حيت حنا بعاد راه فيتنا. سي بور سا خصنا نتلاقاو فشي بلاصه اللي تكون قريبه ليا انا وقريبه ليها هي، ومرجان لي سونتر تيتش فين قريب ليا انا وقريب ليها هي فهمتي صافي. تلاقينا تما وصافي، وخديت من عندها هاد العيبات اللي قلت لكم وصلوني ديال شي ان. عرفتي البنات كل مره كنقول بغيت نوريكم بعدا شنو خديت من مرجان قبل ما ندوزو لداكشي ديال شي ان. اللي خديت من مرجان ما خديتش شي حاجه، خديت بونتين و كود كور ديالي اللي انا كنغسل به شعري دائما وابدا، المصين الرسمي ديالي. وخديت هاد لو جيل نيتوايون ديال غارنيي، بالنسبه للبنات اللي مجربينه قولوا لي كيفاش جاكم. انا اصلا لي برودوي ديال غارنيي كيعجبوني وبغيت نجرب هذا اللي التفتيح فيه الفيتامين سي والليمون، هذا خديته ب 830 درهم من مرجان. مهم اصلا لي برودوي ديال غارنيي كيعجبوني، داكشي خديت هذا بغيت نجربو حيت لي التفتيح فهمتوا صافي. وشنو خديت اخر؟ خديت هذا، هذا انا مومن فاش كناخذو بصراحه خديته ب 14 درهم غير حيتاش سادين مال الماكياج انا فهمتوا، باقي عندهم العيد داكشي علاش انا خديته من مرجان. اما انا مومن فاش كناخذ غير هذا ديال 5 دراهم، هذا داك اللي كيمسحو بيه الضفاره ما عارفينه داك اللي كيمسحو بيه الضفاره عرفتو دو سولفون. ايوا صافي، ودابا غادي نوريكم شنو خديت من مرجان. اول حاجه خديتها اللي انا حمقاتني، اوي شنو خديت من شيئين، اول حاجه خديتها اللي انا حمقاتني وهو هاد التيشيرت. شوفوا غنوريكم بعدا التيسي ديالو كيفاش داير، شوفوا شفتوا التوب ديالو كيفاش داير وفيه هاد العيبات من هنايا، والكول ديالو داير بحال هكا وهكا من هنا. صراحه هذا واعر 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 بزاف، والكاليتي ديالو حمقاتني وكيجي مزير من هنايا وداكشي. بالنسبه للبنات اللي في الطيب حالي ياخذوا الاس، انا خديت الاس هذا والثمن ديالو ما كانش واصل 70 درهم، وقيله خديته بشي كدا و 60. المهم غنخلي لكم البخي ديالو هنايا وغنخلي لكم ماكانات. المهم بالنسبه للبنات اللي عجبهم زعما هاد لا كولور الصيف او شي حاجه، اولا ديجا شافوا زعما في شيء وما زعموش عليه ولا شي حاجه، بالنسبه لي انا كنقول لكم الا شفتوا هذا غير زعموا عليه، ما غتندموش ما غتندموش ما غتندموش حيت فريمون زوين وحمقني. اي بيان سور غنخلي لكم هنايا لابسه كيفاش جاني وداكشي باش تاكدوا كيفاش زعما كيجي وداكشي. والحاجه الثانيه البنات اللي خديت حتى هي من شيئين، وهي هاد لا شوميز اللي انا فريمون حمقاتني حتى هي. شوفوا كيفاش كتجي كيفاش كيوت، مي البروبليم اللي فيها سوكو معريه بزاف من الصدر، وانا ما نقدرش نلبسها هكا. غندير ليها شي نتا وذكر هنايا ولا شي حاجه، مو غندير لها شي عندي لها شي ضيفه ولا شي نتا وذكر تصوبها ليا ماما صافي، باش ما تجينيش معريه بزاف من الصدر وما تجيش زعما اوفر. هي اصلا ما معيقه ما حتى حاجه، راكم شفتوا الكميمات ديالها كيفاش دايرين، وفيها هنايا هاد الفريفيرات من هنايا. صراحه حتى هي واعره، كنت خديتها واقيله بشي 71 درهم ولا ما كنعقلش على لي بخي قسما بالله ما كنعقلش. غنخلي لكم هنايا البخي وكلشي. المهم شوفوا كيفاش دايره، هذه حتى هي عجباتني بزاف. شنو خديت اخر؟ خديت هاد لو ساك في البلون، شوفوا كيفاش داير هذا البنات، خديته ب 49 درهم وصافي. المهم كيهز هذا، انا هز ليا فيه بعدا كيتسد من هنا. اش هذا الصوت؟
ايكم تليفون. اه صافي هو حبس الراس. مهم كيف ما قلت لكم كيهز ليا التليفون بالصطام لليونات داكشي وزعما من الداخل كيهز تقريبا شفتو كيهز وفي هاد السنيسله بحال هكا في هاد السنيسله بحال هكا زعما تقدروا تهزوه هكا اوسي تقدروا تهزوه زعما طويل فهمتو وبصراحه زوين هذا كاين في لي كولور انا خديته في البيض وغنقدر ناخذه في شي كولور اخر حيت فريمون رخيص وزوين زعما الكاليتي ديالو زوينه بارابور لو بري 49 درهم راه كاليتي زوينه بصراحه صافي هادشي البنات اللي خديت من شاين وكنت خديت حتى واحد لاغوط ما خديتش من شاين خديت غير واحد البوتيك حدانا وبغيت زعما نوريكم شنو خديت من شاين اخر كنت غادي ننسى شفتوا والله الا كنت غنسى خديت هاد لي بوك للبنات هادو خديتهم ب 19 درهم هادو خديتهم ب 19 درهم انا عاقل على البخي هادو 19 درهم ولا 20 اما 19 اما 20 شوفوا كيفاش داير ماشي الواحد هاد الباك كامل فيه هاد لي بوك الكاملين ب 19 مهم في هادو اللي فيهم هنايا هكا عقيقات في هادو اللي هنايا وفي هادو هكا وفي هادو ديال الصليب بيان سور كو ما غنديرهمش وهادو فيهم قليب مهم صراحه هادو انا حمقوني حتى هما عجبوني غادي نخلي لكم لا فوتو ديالهم غادي نخلي لكم لا فوتو ديالهم زعما هنا وخديت هذا الخلخال حتى هو عجبني الخلخال انا الصراحه ما كنديروش زعما ديما كيعجبني في الصيف هكا مع كسيوات وسنيدلات وداكشي كيعجبني حتى هو غادي نخلي لكم لا فوتو ديالو هنا الخلخال زعما هو اللي كيدار في الرجلين هكا شوفوا كيفاش داير ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا المهم دير بحال هكا ما عرفتش مقنع ما يبانش لكم غنخلي لكم كلشي غنخلي لكم زعما لا فوتو ديالو كلشي غنخلي لكم لي فوتو ديالهم من الجناب صافي والكسيوه اللي خديت هي هادي طويله حتى لتحت ديال الصيف راكم عارفين الصيف غير ديال الكساوي وهادي خديتها ب 80 درهم هادي خديتها ب 80 درهم شوفوا كيفاش دايره الكميمات ديالها زعما نصكم الكول ديالها زعما حتى هو داير بحال هكا وفيها واحد الحزام ها هو الحزام ديالها صافي وكتجي هكا من التحت كلوش شو كي دايره من التحت عريضه وصافي البنات المهم هذا هو هادشي هو اللي خديت تشوم هادشي زعما كنت مكوموندي يعني من شحال هادي غير الله وصلني دابا مع العيد الكبير وداكشي كانوا حابسين لا ليفغيزون قبل واقيله ويلا وصلني هادشي ما انا كنت كومونديت شحال هادي وكل مره كنقول صافي هادي والثوبه ما بقاش نشري ما بقاش نخسر فلوسي في الشراوه واللي فيا ما كيهنيني كل مره كنلقى راسي كومونديتي حاجه كل مره كنلقى راسي شريت شي حاجه حتى كنقول صافي ما بقاش نشري كنلقى راسي شريت والله زعما حنا البنات ناري 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 ولا خدمنا زعما وكنقولوا غنديروا زعما طوموبيلاتنا ونديروا الدار ونديروا هادي لو بقينا تابعين هادشي ديال الشريان وتابعين هادشي ما نديروا والو وحق الله انا بعدا دابا كنتخيل راسي كانني فلوس زعما انفو كيعطيني بابا ولا ماما ولا شي حاجه صافي انفو كيعطوني هنا كنخسر فلوس من هنا ولا كنجمعهم من هنا كنخسرهم من هنا ما كاين زعما ديك القضيه ديال نجمعهم تندير بهم زعما شي حاجه ولا هذا ما عرفتش يا بنت بدلو وصافي مهم نلبسو نعيشو السن ديالنا اختي شغل نمشي جميع ولا حتى نكبروا ارا ما نجمعوا ارا ما نتقشحوا ما عرفتش يقولوا ليها ايوا صافي البنات هادو هما المشتريات اللي شريت وكيف ما قلت لكم كنت هادشي كنت مكوموندي عليه شحال هادي غير الله وصلني ومع ما زعما صاحبتي بعيده عليا يلا زعما كي تلاقيت انا وياها باش ناخذ معنا داك الشيء وهداك الشيء وصافي البنات المهم نتمنى لا فيديو ديال اليوم تعجبكم نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا شي حاجه اولا ما استفدتوش غير على الاقل تستمتعوا وصافي بالسلامه عليكم الى الفيديو الجاي ان شاء الله وبغيت نقول لكم شكرا على اي وحده كتخلي لي كومونتير زوين اولا كتخلي لي لايك اولا كتشجعني اولا اي حاجه منكم كتخليوها ليا في الكومونتير اي حاجه شكرا لكم بزاف شكرا للناس بزاف اللي كيجيو معايا في انستغرام كيقولوا لي عفاك علاش غبرتي علاش هادي سلام ولا كي دايره لاباس عليك وداك الشيء كنشكركم بيزو لكم كبيره والسلام عليكم الى الفيديو الجاي ان شاء الله.